بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم من استوديو الطائف. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيتين المباركتين في سورة فصلت، في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته، أي العلامات الدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء، أنك ترى الأرض خاشعة، يعني ميتة هابطة قاحلة ليس فيها نبات، فإذا أنزلنا عليها الماء يعني المطر اهتزت، يعني تحركت بعد موتها وخشوعها، وربت يعني ارتفع وجهها بعد أن كان منخفضا بسبب قلة الأمطار، والبذور في بطنها، فإذا جاءها المطر اهتزت وربت، ثم إنها تنبت النبات، اهتزت وربت وأنبتت البذور التي في بطنها، اهتزت وربت وأنبتت كل زوج بهيج. إن الذي أحياها وهو الله سبحانه وتعالى بعد موتها وبعث في هذه البذور المنطمرة تحت سطحها، بعث فيها الحياة، حياة النمو، حياة النمو، ثم ظهرت وتزينت الأرض بالنباتات. إن الذي أحياها قدر على إحيائها بعد موتها وهو الله سبحانه وتعالى، لمحيي الموتى الذين في قبورهم قد فنيت أجسامهم وتمزقت لحومهم ونخرت عظامهم، ثم يناديها الملك فيقول: أيتها اللحوم المتمزقة والعظام النخرة والشعور المتناثرة، إن الله يأمركم أن تجتمعوا، إن الله يأمركم لفصل القضاء، يدعوكم للقيام من قبوركم لفصل القضاء.
فيقومون من قبورهم تتكامل أجسادهم، إلا أنهم لا أرواح فيهم، فلو مر عليهم من يعرفهم في الدنيا لقال هذا فلان وهذا فلان. ثم يأمر إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور النفخة الثانية، فتتطاير الأرواح، والصور هو القرن الذي جمعت فيه أرواح الأموات، فينفخ في الصور يعني في القرن، فتتطاير الأرواح إلى أجسادها ثم تحيا، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يؤمرون بالمسير إلى المحشر، يؤمرون بالمسير إلى المحشر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، يعني إلى المحشر، كأنهم إلى نصب يوفضون، لا يتخلف منهم أحد. فهذا دليل، إحياء الأرض بعد موتها دليل على قدرة الله على إحياء الأموات بعد موتهم وعودتهم إلى الحياة مرة أخرى، وهذا بقدرته التي لا يعجزها شيء. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فيسيرون إلى المحشر لفصل القضاء بينهم، ثم إنهم يصيرون إلى ما يجوز به من جنة أو نار. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء يعني المطر اهتزت وربت. إن الذي أحياها، أحيا هذه الأرض بعد موتها، إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه وتعالى. فهذا من آيات البعث، أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فهو قادر على أن يحيي هذه الأجسام في قبورها بعد موتها وتعود إلى الحياة، لكنها حياة دائمة، لكنها لا تفارق أجسادها أبدا، حياة دائمة. إنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فكيف ينكرون البعث وهم يشاهدون هذا في الأرض ويشاهدون هذه الآية العظيمة؟ ولهذا قال إن الذين يلحدون في آياتنا، الذين يلحدون، الإلحاد هو الميل، أي يميلون بها عن مدلولها ويحرفونها عن معناها وينكرون مدلولها ومعناها. إن الذي، هذا هو الإلحاد، وهو الميل، والميل عن الحق إلى الباطل. يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا يخفون على الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم بإلحادهم ويعلم أين هم ويعلم أماكنهم. فإذا بعثهم الله من قبورهم حينئذ عرفوا، ولكنهم فات عليهم الأوان فلا تقبل توبتهم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا يظن الإنسان، لا يظن الملاحدة والكفرة والمستهزئون بآيات الله والساخرون من قدرة الله المنكرون بالبعث، لا يظنون أنهم يخفون على الله سبحانه وتعالى، فالله يبصرهم ويراهم ويعلم مكانتهم ويعلم ما يصدر منهم ويحصيه عليهم.
ولهذا قال أفمن يلقى في النار، هذا هو المصير، أفمن يلقى في النار وهم الملاحدة والعياذ بالله خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة وهم المؤمنون. الذين يلقون في النار هم الكفرة والملحدون والمشركون والمنافقون، فإنهم يلقون في النار إلقى والعياذ بالله إهانة لهم. فمن يلقى في النار خير أم من يأتي، يعني وازن بين هذا وهذا، يأتي آمنا يوم القيامة لا يخاف، لأنه قدم عملا صالحا واعتقد عقيدة التوحيد وصدق بآيات الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، فيبعث يوم القيامة آمنا من العذاب. ثم قال جل وعلا مهددا للكفار والملاحدة اعملوا ما شئتم، هذا أمر تهديد وتوبيخ لا أمر تخيير، وإنما هو أمر تهديد وتوبيخ لهم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فالله جل وعلا لا يخفى عليه إلحادكم ولا يخفى عليه مقالاتكم واعتقاداتكم واستهزاؤكم في هذه الدنيا، لا يخفى هذا على الله. فالذين يشككون في قدرة الله ويكتبون في المؤلفات أو في الجرائد أو في الصحف أو في المواقع أو في الإذاعات يسخرون من قدرة الله ويسخرون من المؤمنين ويشككون في ذلك، سيلقون هذا المصير إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا وحبيبنا محمد. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريباً لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ صالح. هذه وفاء المحيسني تقول: الشيخ، ما حكم حفر بئر ماء ووضع النصب لاسم حافر القبر بجانبه؟ لا يجوز هذا، القبر يدفن مع المقابر، مع مقابر المسلمين، ولا يقبر وحده خارجا عن المقابر. ولا ولو كان القصد، فإذا كان القصد من هذا هو أن هذا الذي استنبط هذا الماء وحفر هذا البئر هذا هو، فهذا يكون من الرياء أيضا ويبطل العمل. فأموات المسلمين يدفنون في المقابر ويدعى لهم، ولا يضيع عملهم على الله سبحانه وتعالى، ولا حاجة إلى التشهير بهم، وضع علامة على قبورهم ليقال هذا هو المحسن فلان أو هذا علان. بل لا يجوز إقامة البناء على القبور، ولا يجوز أن يجعل عليها علامات فارقة أو كتابات أو غير ذلك، أو تزيين أو تجصيص، لا يجوز هذا، حرام، لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. يعني يا شيخ صالح، إذا حفرت مثلا بئر ماء ليشرب منه الناس ويكتب بجانبه مثلا حفر هذا البئر فلان، لا حاجة إلى هذا، يخفي عمله، والله لا يضيع عليه شيء. فإذا كان القصد من هذا هو يعني التفاخر بهذا، فهذا مما يبطل العمل. وإن لم يكن هذا هو القصد، وإنما القصد أن الناس يدعون له، فلا حاجة إلى هذا. الناس يدعون له إذا وردوا هذا البئر وشربوا منها، يدعون لمن حفرها، ولا يضيع الأجر عند الله، فلا حاجة إلى الكتابة. نعم، أحسن الله إليكم. هل بر الوالد مثل بر الأم فضيلة الشيخ؟ نعم، بر الوالدين واجب، أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كلهم لهم البر، ولكن الأم أكثر حقا من الأب.
ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس لصحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك، في المرة الرابعة. فالأم آكد حقا، لأنها عانت من الحمل والولادة والرضاعة وتعاهد الطفل وتنظيف الطفل وإزالة الأذى عنه ما لم يعانه الأب. الأب نعم يكتسب الرزق للولد ويتعب، لكن الأم أكثر تعبا منه، ولذلك يكون البر بها آكد والأجر في برها أعظم. نعم. أحسن الله إليكم. الاتصالات كثيرة والأسئلة أيضا التي وردتنا قبل البرنامج كثيرة. السائلة تقول بأنها تطوف وانتقضت طهارتها وهي في طواف الوداع، فأكملت الطواف نظرا للزحام الشديد فضيلة الشيخ، ورجعت إلى أهلها. يكون عليها فدية. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه فدية، يذبحها في مكة يوزعها على فقراء الحرم، فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام في أي مكان. فطواف الوداع واجب، وبتركه دم كما ذكرنا. وانتقاض الوضوء في الطواف يبطله، لأن الطواف تشترط له الطهارة كما تشترط للصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما طاف طوافا إلا بعد الوضوء، ما ذكر أنه طاف بدون وضوء. وفي الحديث أيضا الذي ورد عن ابن عباس، وهو الحديث الذي ذكرناه، طواف بالبيت صلاة، كما أن الصلاة تشترط لها الطهارة ويشترط للطواف الطهارة أيضا. والله جل وعلا منع الحائض من الطواف لأنها غير طاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي، قال للحائض: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. معنا اتصال من عبد الملك من جدة، تفضل عبد الملك. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي سؤالان. الأول، إذا كان الرجل يعمل في مكان بعيد عن بيته فنام وأصابته الجنابة، هل يتيمم أم يتوضأ في المسجد القريب؟ طيب، يجاوب الشيخ. لا يجوز له التيمم يا أخي، ما دام يجد الماء فإنه يغتسل وليزيل عنه الجنابة، ولا يجوز أن يصلي عليه الجنابة. والتيمم لا يصح في هذه الحالة ما دام الماء قريب منه وقادر على استعماله، فلا بد من الاغتسال من الاحتلام. لكن يلاحظ أن الاحتلام، لحظة عبد الملك، يلاحظ أن الاحتلام إذا لم يحصل معه إنزال، بل هو احتلام ولم يحصل خروج ماء، ليس فيه شيء، قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، يعني ماء الاغتسال مما الاحتلام. فإذا لم يحصل ماء ينزل منه ولم يجد له أثرا على ثيابه أو على بدنه فليس عليه اغتسال. نعم. السؤال الثاني يا عبد الملك. بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ، مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، كثر الطعن في العلماء وولاة الأمر، لكن يا شيخ بعض الشباب يحاول الدفاع عن العلماء فيدخل في جدل، فما توجيهكم في هذه الحال؟ العلماء يدافع الله عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فهؤلاء
الذين يتكلمون في العلماء في هذه الوسائل أو في غيرها إنما يجنون على أنفسهم ولا يضرون العلماء شيئا والحمد لله، فكلامهم مردود عليهم وضرره عليهم. نعم. أحسن الله إليكم، هل في الفضة زكاة؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، والرقة هي الفضة، وكذلك الأوراق النقدية تقوم مقام الفضة فتأخذ حكمها، تجب فيها الزكاة. نعم. يقول حدثونا عن الأمانة وماذا يدخل فيها وعن عظم منزلتها. الأمانة كل شيء استحفظ الإنسان عليه فهو أمانة، وأعظم الأمانة الأمانة بين العبد وبين ربه بطاعته والقيام بواجباته وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى وإخلاص النية لله، هذا أمانة بين العبد وبين ربه، صلاته أمانة، وضوءه أمانة، غير ذلك من العبادات. إنا عرضنا الأمانة، وهي التكاليف الشرعية، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وكذلك من أنواع الأمانة الأسرار التي يستحفظ عليها الإنسان، فلا يفشي الأسرار إذا استحفظ عليها وأمر بكتمها لا يفشيها. وكذلك من الأمانة العمل الوظيفي الذي ائتمنك عليه ولي الأمر، لا بد أن تقوم به على الوجه المطلوب. والله جل وعلا قال للولاة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، يعني الولايات، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني إلى المؤهلين الذين يقومون بها على الوجه المطلوب. وكذلك من الأمانات الودائع التي تستودع عند الإنسان، عليه أن يحفظها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم. أحسن الله إليكم، معنا أبو نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير يا شيخ صالح. تفضل. مساك الله بالخير. الشيخ عندي سؤال الله يحفظك. تفضل. أنا جامعة زوجتي الله يحييك. نعم. ولم أعلم أن الدورة عليها إلا بعد ما خلص الجماع، حتى هي ما تعرف الشهادة. بعد ما خلص الجماع نزل الدم. السؤال الثاني الله يحفظك. لحظة. تم. يجاوب الشيخ. نعم، الجماع في الجماع في حالة الحيض محرم، لا تقربوهن في المحيض حتى يطهرن، فهو محرم. ولكن ما دام انك ما علمت ولا علمت هي، فالإثم منتفي ولله الحمد، ولكن الكفارة فيه كفارة، وهي دينار أو نصفه، يعني مثقال من الذهب، مثقال من الذهب أو نصف مثقال يتصدق به على الفقراء. نعم. السؤال الثاني. الشيخ ما كان عليها دم الله يحييك قبل، بعد ما خلصنا الجماع جاء الدم. لا هي ما تعرف وانا ما اعرف. قبل ما اذا كان ما حصل ما كان اذا كان ما حصل في حالة الجماع فليس فيه شيء. اما اذا كان انه حصل الدم وخرج قبل الجماع لكن لم تعلم ولم تعلم هي بذلك، فهذا فيه الكفارة، لكن الإثم لا يؤاخذ الله عليه لأنكم لم تتعمدوا هذا. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني الله يحفظك، يجوز أن أنفث في يدي وأقرأ المعوذات على أولادي وأنا على جنابة؟ لا، القرآن ما يقرأ إلا على طهارة يا أخي، لا المعوذات ولا غيرها. إذا أردت أن تقرأ شيئا من القرآن فإنك تتوضأ وضوء الصلاة ثم تقرأ،
ولا تقرأ أيضا من المصحف مباشرة وتمس الآيات إلا وأنت على وضوء، على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان المسجد ممتلئ بالمصلين شيخ، هل لي أن أبحث عن مكان في الصف الأول لأخذ فرجة في الصف الأول؟ إذا تمكنت من إيجاد فرجة بأن تطلب من المصلين يفسحون لك، هذا واجب وهذا شيء طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينوا بيدي إخوانكم. وإذا تخللت وصرت عن يمين الإمام، دخلت وصرت عن يمين الإمام، أيضا هذا لا بأس به. فإذا لم تجد مكانا في الصف ولم تقدر على الدخول عن يمين الإمام، إنك تنتظر حتى يأتي من يصلي معك خلف الصف. نعم، أحسن الله إليكم. وردنا هذا السؤال الشيخ صالح، تقول السائلة: أمي قبل وفاتها أعطتني مبلغا من المال لأشتري خروف وأقوم بذبحه عند القبر وتقسيمه على من حضر الجنازة، وقد توقفت عن ذلك خوفا بأن هذا بدعة، ماذا أفعل بالمبلغ؟ جزاك الله خيرا، هذا نذر، نذر معصية. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فأنت أحسنت في امتناعك من هذا. نعم، أبو يوسف من أبها، تفضل يا أبو يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول يا طويل العمر: معي ولد ساكن في الدور الثالث، وهذا الولد يربي له كلاب، وحاولت فيه بكل ما في جهدي، ضارت معه ما بقيت حيلة وعينا يخرجها، أبغى أشوف القصة، وعلي ذنب ولا ما علي ذنب ولا كيف أسوي؟ إذا نهيته يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم يا أخي اسمع، الله يهديك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فتربية الكلاب في البيوت واستصحابها في البيوت معصية، ولا تدخل الملائكة هذا البيت، فأنت تنهاه عن ذلك وتغلظ عليه في النهي لعله يتركه ويتوب إلى الله. فإن لم يفعل وأبى والمسكن لك، فإنك تخرجه منه ولا تقره فيه، لأن هذا منكر ولا يجوز إقراره في بيت تملكه أنت. نعم، الله يجزاك بالخير. طيب، شكرا. شيخ، بالنسبة لمس الكلب ولمسه، هل يبطل الوضوء إذا كان الإنسان على طهارة؟ لا، ما يبطل الوضوء إذا كان الكلب يابسا، إنه لا يضر لمسه، ولا أما إن كان في بلل أو رطوبة فإنه يغسل يده من ذلك ووضوءه باقي لا ينتقض، هذا من تجنب النجاسة فقط. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: بالنسبة لذبح خروف علشان ينزل المطر، هل في هذا خلل في العقيدة؟ نعم، هذا من أمور الجاهلية ومن أمور الجهال، وهذا معصية ولا يجوز. والمطر الحمد لله، الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة الاستسقاء والدعاء حتى يغيثنا الله سبحانه وتعالى، فلم يشرع لنا الذبح. نعم، هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما واجبنا نحو ولاة أمرنا وعلمائنا؟ الواجب احترام العلماء وولاة الأمور، والسمع والطاعة لولي الأمر، ما لم يأمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية، لكن يطاع فيما ليس بمعصية، هذا واجب عظيم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،
وأولو الأمر هم أهل السلطة، ويدخل فيهم العلماء أيضا لأنهم من أولي الأمر، فتجب طاعة أولي الأمر بالمعروف، والإنكار على من يتنكر لولاة الأمور، وعدم الاستماع لهؤلاء الذين يحرضون على الخروج على ولاة الأمور وتفريق المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم وفضيلة الشيخ. أبو عايد تفضل. أبو عايد مرحبا، تفضل يا أخي. الشيخ معي؟ نعم تفضل، يسمعك الشيخ صالح. يا شيخ صالح الله يحفظك، يجعلك إن شاء الله عز للإسلام. آمين. عندي سؤال، عندي إبل. إيه؟ وبعت الإبل في أول شهر 17 هذا على طلوع المزتي، هل لنا زك عليها زكاة ولا زكي الإبل ولا زكي دراهمها ولا ما عليها زكاة؟ طيب شكرا. نعم، الزكاة على الإبل إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، وإذا بعتها تزكي قيمتها. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندما أنصح شخص من أصدقائي بالعمل الصالح والإكثار من الحسنات، يشير إلى قلبه ويقول التقوى ها هنا، ما معنى ذلك؟ التقوى في القلب وفي الأعمال أيضا وفي الأقوال، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فالذي يقول التقوى ها هنا ويفعل المعاصي ويترك الواجبات، هذا دليل على أنه ليس في قلبه تقوى، وليس لو كان يتقي الله لفعل الأوامر وترك النواهي وخاف من الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أرجو تفسير لهذه الآية. بين الله سبحانه وتعالى حكمته في خلق الجن والإنس، وهو أن الله خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له، فهو المستحق للعبادة دون سواه، وتكفل الله بأرزاقهم، وعبادتهم لله ترجع مصلحتها لهم، والله أمرهم بها رحمة بهم وإحسانا إليهم، وإلا فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي أن الله يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. نعم، أحسن الله إليكم. أبو عبد العزيز معنا على الخط. تكفى أبو عبد العزيز، قصر التلفزيون شوي. السلام عليكم. عليكم السلام، قصر التلفزيون، تفضل تفضل. السلام، مساكم الله بالخير. حياك الله، تفضل اطرح سؤالك. مساك الله بالخير. عندي سؤال واحد. تفضل تفضل. توفي رجل وله راتب تقاعدي، وانحصر الراتب لزوجته ولبناته الغير متزوجين، ولكن واحدة من البنات متزوجة، وباقي في كرت العائلة مع والدها، وجاء لها نصيب من الراتب. والسؤال: هل هو حلال
للمتزوجة أو تعيده لأمها وأخواتها. الغير متزوجين يا أخي التقاعد له نظام، التقاعد له نظام، ولا بد من التمشي على النظام، فالذي لا يشمله النظام لا يحل له أن يأخذ شيئا من التقاعد، لأنه أخذ شيئا ليس من حقه، فعليها أن تعيده، عليها أن تعيده لمن يستحقه من أمها وأخواتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل محمد من الرياض يقول: كيف نحقق التقوى وما هي الأسباب في ذلك؟ تحقيق التقوى بفعل أوامر الله رجاء لثوابه، وترك محارم الله خوفا من عقابه، هذه هي التقوى، وهذا هو تحقيق التقوى. فليست التقوى تقال باللسان فقط، إنما هي عمل وإخلاص وطاعة لله عز وجل وخوفا منه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الوضوء لصلاة الجنازة، هل يشترط الوضوء يا شيخ؟ لا تصح صلاة الجنازة إلا بالوضوء. من شروط صحة صلاة الجنازة أن يكون المصلي متوضئا، وأن تكون الجنازة قد غسلت، لا بد من هذا. نعم. بندر من الدوادمي، تفضل يا بندر. أبو بندر. السلام عليكم. عليكم السلام أبو بندر، تفضل. الله يوفقك. عليكم السلام. طال عمرك، عندي استفسار. تفضل. تسيرة الشيخ. تفضل. استفسار عن تسيرة الشيخ. الله يجزاك خير. عن الاستفسار عن إيش؟ نعم. انقطع القط. فضيلة الشيخ يقول: هل يجب على المسافر إلى الصحراء أن يجعل معه الماء للوضوء؟ وهل يحمل معه ماء للشرب والطبخ ونحوه؟ أن يحمل معه حاجته للطبخ والشرب ونحوه، نعم هذا لا بد منه. وأما أن يحمل الماء لأجل الوضوء فلا، ما يحمل الماء من أجل الوضوء. فإن وجد الماء في طريقه أو حوله أو قريبا منه فإنه استعمل الماء، وإن لم يجد فإنه يتيمم بالصعيد الطيب، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والحمد لله. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ صالح، هل يجوز إخراج الصدقة عن الميت للأقارب والجيران حتى ولم يكونوا فقراء؟ لا تنفع إلا إذا كانت لفقراء، إذا كان الأقارب والجيران فقراء فهم أحق بها، وللميت أجر في ذلك إذا تقبلها الله سبحانه. أما أن تعطى للأغنياء فهذه ليس فيها أجر. نعم. أيضا له فقرة أخرى يقول: بالنسبة للشاب القادم على الزواج، هل أعطيه من زكاة مالي؟ إذا كان الشاب لا يستطيع أن يتزوج من ماله ويحتاج إلى المساعدة ليتزوج، فيعطى من الزكاة، لأن هذا من الضروريات. نعم. معنا هلال من الطائف، تفضل يا هلال، وسؤالين فقط، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني إذا أذنت لي أنا قلت أربعة، الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول: إذا كنت أصلي في المسجد النافلة لكن ما قدامي سترة، هل يجب أن أبحث عن سترة ولا أكتفي أني في المسجد؟ طيب يجاوب الشيخ لحظة. يا أخي، الصلاة إلى السترة سنة مؤكدة وليست واجبة، فإذا صليت إلى سترة وقربت منها فهذا أفضل وأكمل، وإن لم تصلي إلى السترة فصلاتك صحيحة والحمد لله. نعم. السؤال الثاني هلال. السؤال الثاني: طال عمرك، بعد ما ينتهي المؤذن من الإقامة وقبل أن يكبر الإمام، أقول يعني في الدعاء: اللهم أرحم وقوفنا بين يديك يوم العرض عليك، نستغفرك ونتوب إليك، هل هذا جائز أم فيه بأس طال عمرك؟ والله ما ورد فيه شيء من الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام، ما ورد في هذا شيء،
لكن إذا دعوت ببعض الأدعية فلا بأس بذلك ولا تسكت، وأيضا ما تلتزم بدعاء معين تردده في كل مرة، تدعو بما تيسر. نعم. السؤال اللي بعده يا هلال. هلال، السؤال الثالث طال عمرك. نعم. إذا أذن الزوج لزوجته تصوم ثم رأى أن يقضي وطرا وهي صائمة نفل، هل هناك بأس من هذا؟ لا بأس بذلك في صوم النفل، وأما إذا صوم الفرض أو القضاء فلا يجوز له أن يبطل صومها وتصوم ولو لم يأذن لها في الواجب، إنما هذا في صوم التطوع. نعم. السؤال الأخير تفضل. السؤال الأخير الله يحسن إليك، عندما نتوسط بين متشاجرين ونزيد يعني نزيد الصلح، يعني مثلا الجائفة في الأرش ثلث الدية، احنا نجعلها أكثر من ثلث الدية حتى نستل الضغائن من النفوس صلحا وليس فرضا، هل في هذا بأس؟ يا أخي الحكم في الشجاج والقصاص وغيرها هذا من شؤون المحاكم، من شؤون القضاة، ولا تتدخلوا فيه أنتم، وليس هذا من باب الصلح، هذا فيه أحكام مقررة شرعا يرجع فيها إلى القاضي. نعم. شكرا للمتصل. وأسئلة مختصرة، هل فضيلة الشيخ هل الميت يعلم بدعاء من دعا له، وهل ينتفع بكل عمل صالح يؤديه الحي أو يهديه إلى هذا الميت؟ يا أخي أنت لست بمكلف أنك تدريه ونفع وما نفع، أنت عليك أنك تدعو له وتصلح النية، والذي يصل إلى الميت ما ورد به الدليل وهو الدعاء له والصدقة عنه والحج والعمرة عنه، هذا الذي وردت به الأدلة، وما عدا ذلك فالعمل لعامله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول آمل من فضيلة الشيخ صالح بيان أو حديث عن مسألة القدر، وهل أصل الفعل مقدر والكيفية يخير فيها الإنسان؟ عليك أن تؤمن بالقضاء والقدر، هذا ركن من أركان الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولا تدخل في التفاصيل والأسئلة ما كلفك الله بهذا. نعم. يحيى من الرياض تفضل يا يحيى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. عليكم السلام. تفضل. عندي سؤال، أنا علي قضاء إفطار يوم شهر رمضان العام، وقضيت له الصوم وعليه طعام 60 مسكين، ما أدري لازم طعام 60 مسكين قبل رمضان اللي هو بيجي ولا في أي وقت؟ الإطعام وش سببه؟ جماع في رمضان. لا، ما هو بطعام 60 مسكين، هذا عنه صيام شهرين متتابعين. نعم. صيام شهرين متتابعين، أولا عتق رقبة إذا قدرت، ثانيا صيام شهرين متتابعين إذا لم تقدر على الرقبة ولم تجدها، ثالثا إذا لم تقدر على الصيام تطعم 60 مسكينا، هذا هو المذكور في الحديث. نعم. طيب فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما معنى هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر؟ لا عدوى يعني اعتقاد أن المرض يعدي بنفسه وينتقل بنفسه، إنما الله هو الذي ينقله سبحانه وتعالى ويمنعه، فأنت تعلق قلبك بالله تكثر من الدعاء، وأما العدوى يعني هذا اعتقاد الجاهلية أن العدوى تنتقل بنفسها ليس بتدبير الله سبحانه وتعالى. لا عدوى ولا طيرة، والطيرة هي التشاؤم بالأشياء واعتقاد حصول الشر إذا رأى شيئا أو شخصا أو سمع صوتا أو
ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، هذا من الطيرة والتشاؤم وسوء الظن بالله عز وجل. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، الهامة هي البومة، لأن الجاهلية وأشباه الجاهلية يعتقدون في البومة أنها تدل على الموت، وإذا وقعت على جدار البيت أن صاحبه سيموت أو سمع صوتها فإن هذا علامة على الموت، هذا كله لا يجوز ومن اعتقاد الجاهلية. ولا صفر، يتشاءمون في شهر صفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا، شهر صفر كسائر الشهور ليس عنده نفع ولا ضر، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. علي من الرياض، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسأل الشيخ. تفضل. نعم، أنا ذهبت إلى مكة لعمل من الرياض، سافرت من الرياض إلى مكة لعمل، ونويت إنه لما ينتهي العمل، لأنه عمل مهمة حكومية. نعم. إنه بعد ما أنتهي من العمل يعني في الليل أذهب وأخذ عمرة. وفعلا عندما انتهى العمل ذهبت وأخذت عمرة، ولكن السائق اللي معي عندما سألته إني أذهب إلى لأحرم فذهب بي إلى ميقات التنعيم مسجد عائشة، فأحرمت هناك وأتممت العمرة. هل هذا في شيء شيخ؟ أنت نويت العمرة من أين؟ نويت العمرة أنا من الرياض، إني إذا انتهى عملي من الرياض. تحرم من ميقات الرياض، تحرم من الميقات الرياض، وهو السيل يا أخي، السيل الكبير، ما تعدى الميقات إلا وأنت محرم، وتؤدي العمرة ثم تذهب إلى العمل، أو تذهب إلى العمل. اسمع الله هديك، لاني لا اريد ان يعني انه اذهب انه اخذ عمره وانا في مهمه يعني. يا اخي، في الطائره او في غيرها ما تعدى الميقات الا وانت محرم. الطائره تحرم من الجو اذا حذوت الميقات، والملاحين يعلنون هذا ويخبرون الركاب عن قرب المرور على الميقات، ينبهونهم على هذا، فانت تحرم وانت في الطائره يا اخي. تذهب إلى مكة وأنت محرم، إن شئت أديت العمل بإحرامك، وإن شئت أديت العمرة ثم تحللت وذهبت لعملك. نعم. الآن علي شيء شيخ؟ ها؟ علي شيء شيخ الآن؟ نعم، إذا كنت ناوين العمرة من الرياض ولم تحرم إلا من التنعيم يكون عليك فدية يا أخي، لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات، عليك فدية شاة تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء، وعمرتك صحيحة إن شاء الله. الحمد لله. نعم. شكرا يا علي. كيف يمكن للشخص أن يقوم برقية نفسه بنفسه وكذلك الأولاد، وما الطريقة المثلى في الرقية الشرعية؟ نعم، يقرأ من سورة الإخلاص والمعوذتين، يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويدعو بالأدعية والتعوذات الشرعية له ولأولاده ولأهله، هذا هو المشروع النافع إن شاء الله. نعم. يقول: كيف تتم معرفة الله والخشية منه؟ بتعلم التوحيد، تتم معرفة الله بتعلم التوحيد، وأيضا بالنظر في آيات الله الكونية والقرآنية، فبهذا تحصل خشية الله وتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. علي من عسير، تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، عندي سؤال لو سمحت. تفضل، بس اكسر التلفزيون شوي، اكسر التلفزيون. نعم. يا علي، أسألك عن الزكاة، أنا عندي فلوس، هل يجوز أني أطلع زكاة ولا أطلع واحدة من الغنم؟
الغنم تطلع واحدة من الغنم، زكاة الغنم منها في 40 شاة، شاة واحدة، وما زاد إلى النصاب الثاني وهكذا. وأما النقود فتزكي منها، زكاة النقود من النقود. نعم. طيب عندي سؤال لو سمحت ثاني، بالنسبة للدقاقات الزواج هل جائز أم غير جائز؟ لا بأس، بل هو سنة أن النساء تضرب الدف في الزواج لإعلان النكاح، لا بأس بذلك للنساء، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعلنوا هذا الزواج واضربوا عليه بالدف. نعم. شكرا للمتصل. هذا سائل يستفسر عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم، الشدائد والكروبات استعانوا عليها بالصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر أمر بلالا أن يقيم الصلاة ويقول أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها. والأمر الثاني الصبر وعدم الجزع وعدم الملل وعدم الصبر وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى وعدم اليأس. وإنها أي الصلاة لكبيرة شاقة إلا على الخاشعين، الذين ليس عندهم خشوع يتضايقون من الصلاة ويتململون وينقرونها أيضا ولا يخشعون فيها إذا لم يكن عندهم خشوع، فالخشوع هو روح الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول ما حكم من أعان ظالم على ظلمه؟ حكمه حكم الظالم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان يقصد بإعانة الظالم على ظلمه كف عن الظلم، هذا ورد في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره. نعم. صابر من مكة، تفضل يا صابر. مساكم الله بالخير. ويا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال الله يحفظك. يا أخوي عندي متزوج وهو مقيم في مكة، وعند النوم يستحلم بحرمة ويستحلم يترايح حرمة غير حرمته، فما حكم ذلك؟ هل هذا تلبس جن أم هذه رحمة من الله؟ الاحتلام هذا ما هو بتلبس جن، هذا يحصل للمسلم، وعليه أن يغتسل إذا خرج منه شيء، عليه أن يغتسل عن الاحتلام. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول أيهما أفضل، الاستغفار أم التسبيح؟ وهل ورد أحاديث في الاستغفار عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ورد في القرآن واستغفر الله إن الله غفور رحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ورد في القرآن يا أخي الأمر بالاستغفار وهو طلب المغفرة. والتسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى، يجمع بين الاستغفار وبين التسبيح والتهليل والتكبير، يجمع بين هذه الأذكار زيادة خير له. نعم. علي من الباحة، تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام. نبغى نسأل الشيخ سؤالين لو سمحت. تفضل. بالنسبة عندي شقق وعندي محلات تجارية، هل فيها زكاة؟ إذا كنت تريد بيعها ففيها الزكاة، إذا بعتها تخرج ربع العشر من قيمتها، إذا كنت تأجرها فتجب الزكاة في أجرتها، تجب الزكاة في أجرتها. إذا كنت لا تريد بيعها وإنما تريدها للإيجار، الزكاة في أجرتها. نعم. نعم. طيب سؤال ثاني. نعم. أنا كان عندي زواج لولدي وجاني ضيوف وطلقت عليهم طلقة واحدة، فأنهم ما يروحون حتى يتعشون، فبعد ذاك الوقت مشوا،
ما تعشوا معنا، فما أدري إيش الواجب علي. والله يا أخي الطلاق تروح للقاضي في المحكمة وتسأله، ولا ترسل سؤالك لدار الإفتاء ينظرون فيه. نعم. هذا يسأل عن هذا الحديث وما معناه، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نعم، هذا الحديث صحيح وفيه الحث على الإصلاح بين المتنازعين من المسلمين، وإصلاح ذات البين اللي بينهم نفرة فيما بينهم وهجران بعضهم لبعض، يصلح بينهم ويزيل ما بينهم من الشقاق والمخالفات، له أجر في ذلك، إنا لا نضيع أجر المصلحين، والصلح خير كما قال الله جل وعلا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. أحمد من جدة، تفضل يا أحمد. تفضل يا أخي أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يجزاكم خير. سلام. تفضل. سؤال بس للشيخ. تفضل. الله يعطيه العافية. تفضل. الحين أنا ساكن في مبنى تبع مسجد، والمسجد مو تبع الأوقاف، يعني اللي مسوي المسجد هو اللي يشرف عليه وقام بالأعمال هذه، لكن فيه البقالة اللي تحت، يعني شفت من العامل يبيع دخان، يعني تكلمت حاولت أكلم نفس صاحب المسجد عن طريق يعني غير مباشرة، أني أقول أنا الساكن أو المستأجر في المبنى اللي تبع المسجد، طريقة عن بعيد يعني، فما يعني شفت منه أي اهتمام أو عدم مبالاة يعني الموضوع. أنا ما أدري يعني في يعني إيش اللي من جهتي أسويه، أو إني أصبر وأسكن في الشقة هذه اللي تبع المسجد، وحتى يعني في بعض الأشياء تقصير فيها في السجاد. طيب. المسجد في واضح السؤال. الله يجزاكم خير يا أخي. أنت أنكرت عليه ونهيته عن بيع الدخان، فبريات ذمتك، والسكنة في الشقة لا مانع منه، لا مانع منه، لأنها للسكنة والتأجير، وأنت نصحته وبينته وقلت للمؤجر أنه يمنعه يبعد بيع الدخان عن قرب المسجد، هذا أمر مطلوب. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي استفدنا منه من فتاواكم وتوجيهاتكم ونصائحكم، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم فضيلة شيخنا الكريم. أشكر أيضا الزملاء في استوديو الطائف الذين رتبوا هذا اللقاء مع فضيلته وكافة الزملاء هناك، كما أشكر زملائي في استوديو الرياض من فنيين ومخرجين ومصورين، وهذا زميلي ناصر القمي يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.